ومن الشرق هنا الخرطوم، مش من الشرق فقط بل من كل عواصم الشرق والغرب. العالم كله الآن ينظر نظرة فخر واعتزاز وإكبار للشباب الثائر في شوارع الخرطوم، الشباب الثائر في شوارع السودان الحرة بعد عامان من ثورة أطاحت بنظام عمر البشير بعد 3 عقود من الفساد والإفساد. عاد العسكر ليحتل السودان من جديد ويفرض إرادة عسكرية على الثوار، لكن نزل الشباب صباح اليوم إلى شوارع وميادين السودان الخرطوم وكسلة الأبيض القضارف الجزيرة دارفور، كل مدن وكل يعني أماكن وولايات السودان تنتفض اليوم فيما يسمى بمليونية 30 أكتوبر، رفضا لحكم العسكر والهتاف الثورة خيار الشعب، مدنية خيار الشعب، والشعب يريد إسقاط البرهان. الجنرال عبد الفتاح البرهان صاحب الانقلاب العسكري قبل أيام الذي اقتضى حل ما يسمى بمجلس السيادة وأيضا مجلس الوزراء وإقالة بعض من ولاة الولايات والاستحواذ على الحكم كما حدث في بعض العواصم والدول العربية، لكن الشعب السوداني كان بالمرصاد. الشباب اللي نزل هدف في كل شوارع وميادين السودان، في بحري، في أم درمان، أيضا في الأبيض بالجزيرة يهتف حتى الآن، الشعب يريد إسقاط البرهان. ويا برهان في 30 أكتوبر مكانك سجن كوبر. من جديد مشاهدينا أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة، والسؤال الآن هل يستطيع الشباب الثائر في شوارع ومدن السودان الحفاظ على ثورة انقض عليها العسكر قبل أيام؟ هل يستطيع الشباب أن يحول هذا الانقلاب إلى مكسب ثوري يستطيع من خلاله تحقيق أرباح ثورية والعودة إلى مشهد ما قبل أو مشهد سبتمبر 2019؟ أسئلة أطرحها اليوم على ضيوفي من الخرطوم ومن القاهرة، من المملكة العربية المتحدة ومن المملكة من الإمارات وأيضا من السعودية، بالإضافة إلى بعض المشاهدين عبر البث المباشر.